اللي هتسمعه دلوقتي هو أغرب تصريح من العلماء على مستوى العالم، واللي بيأكدوا أن الأيام المتبقية من سنة 2024 مش هتعدي على خير على البشرية، لأ، وبالدليل بظواهر طبيعية غريبة ومريبة هتحصل للمرة الأولى في التاريخ بالكثافة والعدد ده خلال وقت قصير نسبيا، لدرجة أن بعض العلماء فعلا وعلى غير العادة أكدوا أن بعض الظواهر دي غير طبيعية من الأساس. إيه ده استنى، يعني عايز تفهمني أن إعصار ميلتون اللي حصل في فلوريدا في أمريكا من كام يوم، بالإضافة للإعصار اللي على وشك إنه يضرب شمال أفريقيا، كل ده مش طبيعي إطلاقاً؟ في الواقع يا صديقي أيوة، وهأكد لك كل ده خلال لحظات، وهثبت لك بالدليل إن إعصار فلوريدا ما هو إلا مجرد تغطية لأحداث كان مستحيل تخطر على بالك إطلاقاً، وأهمهم الإعصار اللي سماه البعض بإعصار القيامة اللي هيضرب البلاد العربية زي ما هو متوقع خلال الساعات القليلة القادمة. المشكلة يا صديقي إن العالم كله حالياً كأنه فوق صفيح من الجمر، زلازل في تركيا آخرهم كان من كام ساعة بقوة 6.3 ريختر، أعاصير وبراكين وتسونامي وغاز الكبريت الغريب المنتشر في كتير من الدول العربية زي الأردن ومصر، واللي حتى هذه اللحظة ملهوش أي تفسير إطلاقا. والمرعب أكتر لو كل الظواهر دي كانت فعلا طبيعية، لأن ساعتها حيكون كوكب الأرض بالفعل بيتحضر لحدث جلل بيحصل للمرة الأولى في تاريخ الحضارة البشرية. وبالتالي هنا بيظهر عندنا أكتر من سؤال، بأن هل البشر هيكونوا قادرين على تحدي غضب الطبيعة بل وخلق الظواهر الطبيعية زي الزلازل والأعاصير زي ما بيعتقد البعض؟ وهل ممكن قدرة رهيبة زي دي إنها تكون سبب لنهاية دول كاملة ومحوها من على خريطة العالم تماما زي ما بيقول الخبراء بعد تحديدهم لأكتر من دولة، واللي للأسف منهم أكتر من دولة عربية؟ وأخيرا والسؤال الأهم، بأن ليه دايما بيكون التركيز على بلادنا العربية بأحداث غريبة ومريبة خاصة في الأيام الحالية؟ أسئلة كتيرة جاوب عليها العلماء، واللي هتخليك تدرك فعلا ان الايام القادمة هتكون الاغرب والاصعب في التاريخ، وكل ده واكتر هنعرفه مع بعض النهاردة. لكن الاول حابب اشكر اصحاب التعليقات الجميلة دي على دعمهم العظيم، ولو حابب اشكرك بالاسم وتكون مكانهم الحلقة الجاية اعمل لايك على الفيديو حالا واكتب تعليق جميل او اكتر من تعليق تحت الفيديو، وما تنساش تنورنا في القناة الجديدة كاليستو، هتلاقيها في اول تعليق تحت الفيديو بموضوعاتها الغريبة والمريبة. جاهزين؟ يلا بينا. اللي بيحصل حاليا على مستوى العالم من ظواهر واحداث غريبة بيخلينا فعلا ندرك اننا في وضع غريب بيمر بالبشر لاول مرة في التاريخ، وعشان كده صنف العلماء سنة 2024 بانها مصنفة كاكتر السنين صعوبة ومرارة على الحضارة البشرية في العصر الحديث. فلو تلاحظ يا صديقي ان الموضوع ما بدأش من مجرد اعصار ولا حتى زلزال بيواجهنا حاليا، الموضوع اكبر واقدم من كده بكتير. طيب بلاش وطننا العربي خالص، وتعال نبص على الناحية التانية تماما من الكوكب عند اندونيسيا، هنلاقي حمم وبراكين وزلازل حرفيا بتحصل للمرة الاولى بعد هدوء استمر لعشرات من السنين، بالاضافة لان نفس البراكين بتحصل في ايسلندا وامتدت لحد ما وصلت لايطاليا والبحر المتوسط وكل الجزر اللي فيه تقريبا، واللي للأسف وصل تأثيره للبلاد العربية سواء في بلاد الشام او حتى شمال افريقيا. اعاصير غريبة كلها ظهرت بشكل مفاجئ ومن غير اي تفسير. وفي الواقع انا مش قصدي على اعصار ميلتون وبس، لان من قبل ظهور اعصار ميلتون باسبوعين تقريبا كان في اعصار قوي اسمه هيلين مر بفلوريدا بامريكا، لدرجة انها حتى ما لحقتش تتعافى قبل اعصار ميلتون الجديد. والاغرب ان اعصار ميلتون كان على وشك تخطي الحد الاقصى في تصنيف الاعاصير من الدرجة الخامسة، لدرجة ان العلماء اقترحوا بالفعل انهم يضيفوا درجة سادسة للتصنيف نتيجة لقوة الاعصار ميلتون المرعبة، واللي كانت حرفيا بتحصل للمرة الاولى في تاريخ كوكب الارض بالكامل. وطبعا لو بصينا على الزلازل فحرفيا العالم مقلوب، وخاصة بلادنا العربية بشكل غريب. طيب بلاش الزلازل، المطر الطبيعي اللي كان المفروض ان ليه مواعيد ثابتة خلال السنة وبشكل محدد، لا انسى الكلام ده خلاص بداية من النهاردة، لان فعلا كل ده اتغير بداية من السنة دي، لان بالفعل اتفاجئ الناس في صحاري المغرب والجزائر وتونس بظهور بحيرات وانهار من المية العذبة حرفيا في يوم وليلة، وكل ده نتيجة الامطار غمرت الصحاري بالمية لاول مرة من 15,000 سنة. انت مش ملاحظ بقى ان السنة دي وعلى غير العادة الدنيا اتقلبت فيها تماما وكأننا على كوكب غير الارض؟ عشان الاحتباس الحراري اكيد. انا كنت عارف انك هتقول كده يا صديقي والله، لكن في الواقع الحقيقة لا، لان الاحتباس الحراري ملهوش اي علاقة بكل ده، لانه موجود من عشرات السنين بنفس الشكل تقريبا ويمكن اكتر كمان، ولا عمره هيسبب في زلزال ولا حتى بركان. طيب بلاش كل ده، ما خدتش بالك انت من ريحة الكبريت المنتشرة في الجو خاصة في بعض البلاد العربية
عربية زي مثلا الأردن والكويت اللي أعلنوا رسميا عن تغير غريب في تركيب الغلاف الجوي ومش عارفين يوصلوا لتفسير منطقي ليه لحد النهاردة. وحب أقولك يا صديقي إن ريحة الكبريت دي مش مطمئنة نهائي وإن ريحتها بالفعل مش كويسة علينا إطلاقا. والأغرب من كل ده إن الموضوع للأسف طلع أكبر مما نتخيل، لأن ما سألتش نفسك إن ليه انتشرت ريحة الكبريت في البلاد العربية بس عن كل أنحاء العالم بشكل مفاجئ ومرة واحدة. أنا عايز أقولك إن لما حد من الدول دي كان بيسأل السؤال ده كان الرد عليه بيكون بتفسيرات غريبة جدا، زي مثلا إن الريحة دي نتيجة لأدخنة من بركان في البلاد المجاورة والرياح نقلته للبلاد اللي ظهرت فيها ريحة الكبريت، والبعض قال إن ده نتيجة لاحتراق النفط، وطبعا كتير قالوا إن ريحة الكبريت دي كلها نتيجة للاحتباس الحراري. لكن يا صديقي أنا سألت أصدقاء ليا فعلا موجودين في الأردن والكويت، والغريب إنهم وصفوا الريحة دي على إنها شيء مختلف تماما عن الكبريت وريحته النفاذة، وقالوا لي إن الريحة دي أقرب لغاز الكيمتريل، وللأسف الغاز ده يعتبر سام وغير صحي وبيتم نشره من الطيارات في الغلاف الجوي فوق بعض البلاد على مستوى العالم وعن عمد. طيب ليه بقى بيتم نشره عن عمد فوق بعض الدول بالفعل؟ فبيقول العلماء إن الغاز ده مهمته الأساسية هي حجب أشعة الشمس من الوصول لسطح الأرض بشكل قوي على أساس إنه يقلل من الاحتباس الحراري، واللي بيسميه العلماء برفع معامل الألبيدو فوق بعض البلاد الجافة على أمل إن الحرارة فيها تقل شوية وتحصل الأمطار. أما الاستخدام التاني للغاز ده هو التحكم في طقس الكوكب بالكامل. أيوه زي ما سمعت بالظبط، التحكم الكامل في طقس الكوكب من البشر. لكن قبل ما تقولي تاني رجعنا لنظريات المؤامرة، أحب أقولك اسمعني بقى وركز كويس جدا لأنك غالبا جزء من الموضوع ده حالا، واللي أكده كتير من العلماء اللي منهم العرب والأجانب بالإضافة للصحف الشهيرة وحتى أطباء مشاهير من مختلف أنحاء الوطن العربي وكل العالم تقريبا. فمثلا في مصر من فترة كده كان منتشر بشكل غريب حالات وفيات مفاجأة ومرة واحدة زي موجة ملهاش أي أسباب، وكان وقتها بدأ التغير المناخي فعلا يبان أكتر، ويوم تلاقي الجو حر ويوم تلاقي الجو ساقعة، ده غير كمية الدبان والناموس اللي انتشروا بشكل غير مبرر برضو وقتها. والكلام ده يا صديقي كان مش من وقت بعيد بل من كام شهر برضو في سنة 2024. أما الأهم بقى هو كمية حالات البرد اللي جت للناس بأعراض مرعبة زي تكسير العظام والرشح وأعراض ملهاش أي علاقة بدور البرد العادي إطلاقا. وزود على كل ده إن ما كانش عندنا فصل شتاء من الأساس السنة دي، لدرجة إن عدد المرات اللي حصلت فيها الأمطار في مصر وبعض الدول العربية ممكن تتعدى على عدد أصابع الإيد الواحدة. وبالتالي تأخير فصل الشتاء السنة دي برضو من ديسمبر ويناير لشهر زي فبراير ومارس. أهو كل ده بقى يا صديقي وطبقا للدكتور المصري منير الحسيني أستاذ في جامعة القاهرة، واللي قدر إنه يكشف كل اللي بيحصل ده هو نتيجة لرش غاز الكيمتريل، واللي يعتبر جزء مهم جدا من مشروع الدرع الأمريكي، وده عبارة عن تركيبات من الغاز بتترش في أجزاء محددة من العالم عشان تقلل من درجات الحرارة اللي فعلا زادت بشكل مرعب خلال آخر 20 سنة. وطبعا يا صديقي ده الغرض اللي ظاهر للكل حاليا. أما الغرض الخفي من رش الكيمتريل في الغلاف الجوي هو التحكم الشبه كامل في الطقس على مستوى العالم. والغريب إن دول زي الصين وروسيا ونيجيريا وقعوا طيارات كانت بترش الغاز ده في سمائهم عادي جدا ومحدش اتكلم ولا حصل أي اعتراض على أفعالهم. طيب بلاش مشروع الكيمتريل، يا ترى هل في مرة سمعت عن مشروع بيل جيتس لحجب الشمس تماما من سماء كوكب الأرض؟ لو أنت بتتابع حلقاتنا هنا على القناة هتلاقي إننا اتكلمنا عنه بالتفصيل في فيديو اسمه تعتيم الشمس، وده بمنتهى البساطة عبارة عن تقليل نسبة وصول ضوء الشمس وأشعة الشمس لسطح الأرض عشان يقلل درجات الحرارة زي الكيمتريل بالظبط. طيب إيه علاقة كل ده بقى بالإعصار ميلتون أو حتى إعصار كيركو وليزلي اللي داخلين حاليا لشمال أفريقيا وجنوب أوروبا واللي يعتبروا ظواهر صناعية وغير طبيعية طبقا برضو لبعض العلماء؟ فالصورة اللي قدامك حالا هو توقع مسلسل سيمسون للإعصار ميلتون اللي حصل في فلوريدا في أمريكا من حوالي كام يوم، وبالفعل موجود في واحدة من الحلقات الأخيرة. طيب بلاش مسلسل سيمسون، إيه رأيك في اللعبة دي؟ اللعبة اللي اسمها Life is Strange. اللعبة دي بمنتهى البساطة بتتكلم عن الرجوع بالزمن وتغيير شوية أحداث عشان نتفادى الإعصار. طيب إزاي بقى اللعبة دي كاتبة في السكريبت الخاص بيها إن الإعصار فعلا هيخلص يوم 10 أكتوبر، واللي يعتبر هو نفس اليوم اللي انتهى فيه إعصار ميلتون اللي كان في فلوريدا بأمريكا بشكل كامل. لكن المرعب أكتر يا صديقي إن السماء في اللعبة دي كان فيها قمرين، وكوكب الأرض حاليا بيدور حواليه قمرين مش مجرد قمر واحد، واتكلمنا عنه في فيديو كامل لو حابب تتفرج عليه هتلاقيه برضو على القناة. يعني اللعبة رسميا تنبأت بأن الإعصار ميلتون هينتهي يوم 10 أكتوبر سنة 2024 بالظبط. هل تعتقد
تعتقد ان كل ده كان فعلا صدفة؟ طيب شوف بقى الفيديوهين اللي ظهروا قدامك حالا عشان تعرف الحقيقة الكاملة بالظبط.